ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم بارك بصحة والدي الجسدية والنفسية والعقلية والروحية، والديكم وكل من قال آمين، وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي الآن إلى القاعدة الرابعة. جوردان بيترسون في كتابه 12 Ways for Life An Antidote for Chaos، القاعدة الرابعة تقول: Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone is today. قارن، يعني قارن نفسك مع ما كنت أنت عليه البارحة، ليس مع ما هو شخص عليه الآن. يعني أضرب لك مثال، لا أنا إذا بدي أقعد قارن حالي بيوردن بيترسون نفسه، هذا العالم في علم النفس الذي يتابعه الملايين وله كتب والقنوات تتنافس على لقائه والمحاضرات، وأقارن نفسي به، فماذا يحس الإنسان؟ يحس بأنه مقصر أو أنه لا شيء أو بالدنيا مثلا أو بالحسد. يعني عارف كيف؟ أنت تظن يا حبيبي يا أخي ويا أختاه أنه هذا هؤلاء المشاهير هم سعداء. هو نفسه يوردن بيترسون يقول: لا تظن ذلك، ما بتعرف أنت شو حياته هذا اليومية، بجوز عايش، بجوز ما بينام طول الليل، بجوز ما بيشوف طعم النوم، بجوز عنده اكتئاب، بجوز عنده مشاكل، الناس تحسده، ما في له مخلصين. فما تقارن نفسك بهدلون الناس، ما تقارن نفسك أبدا بشخص آخر، إنما قارن نفسك بما كنت عليه أمس. أنت أريح لك. ليش؟ من ناحية براغماتية، لما تقارن نفسك أنت عما كنت عليه أمس وتستطيع أن تقول أنني تحسنت أو صعدت درجة في الطريق الصحيح، في الطريق، في السلوك، في تهذيب النفس، في تنمية الشخصية، حينها ترتاح نفسيا. على الأقل إذا ما حققت شيء إيجابي فخفف من الشيء السلبي. يعني مثلا أنا اليوم أقل حسد مما كنت عليه البارحة، أنا اليوم أقل كذب مع نفسي وصدق والهيئة من البارحة، أنا اليوم أقل غضب من البارحة. هكذا أخي تتطور وتحدث تطورا في حياتك، أفضل من أنك تقعد تشوف الناس المشاهير وتظن أنهم قمة في السعادة وتشعر بالحسد والغيرة والمشاعر السلبية التي لن تعطيك أي هدف. هذا لا يعني أنك لا تعمل لتكون مجتهد، هذا أمر آخر تماما. طبعا الإنسان يكون عنده طموح، لكن بالدرجة التي لا تسبب له المشاعر السلبية والغيرة والحسد، إنما بالشكل الذي يدفعك للعمل أفضل ولتطوير نفسك. تطوير نفسك عن طريق مراقبة أنت مبارح كيف كنت وكيف اليوم وكيف بكرة إن شاء الله بتصير. الله يجزيكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.